لله انه يتم الالتزام بذلك التحالف الثلاثي بالاضافه للاتحاد الشراكي والاحزاب ديال اليسار. يعني اليوم ان السكينه ديال سيدي بليوط انها تطمئن انها قدرنا اننا نحيدوا هذوك المكاتب السابقه. هذا هو اللي كان ظنون وهذا هو اللي تطبق اليوم، وحنا جد فرحين يعني انه رغم اننا كاينين الاخوان ديالنا اللي تمثلوا في المكتب المسير، المهم هو ان المكتب المسير فيه هذاك الاتفاق الثلاثي زائد مجموعه من الاخوان والاخوات.